إذن حالة رضا من الجمهور المصري بالأداء البطولي كما وصفه المحللون للمنتخب المصري في مباراة أمس. لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا خالد الإتريبي الناقد الرياضي. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا بك، برحب بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. أديتم ما عليكم، هكذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه بالأمس للمنتخب الوطني بعد طبعا الخسارة بالأمس مع السنغال، لكن هذا الأداء البطولي كما وصف يحتاج بالتأكيد إلى دراسة المعوقات التي حالت دون الفوز ودراسة نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف للعمل على بحثها ودراستها وتفاديها في المستقبل. ما تعليقك؟ بالضبط بالضبط، هو ده المفروض اللي احنا نتكلم فيه، وهو ده المفروض اللي احنا نبني عليه. عملنا منتخب قدرنا في وقت بسيط جدا ان احنا نعيد بناء شخصية المنتخب، وهو ده اللي كان مهم. احنا كان عندنا عناصر مهمه كبيره جدا، عندنا محمد صلاح، عندنا محمد النني، عندنا تريزيجيه، عندنا مرموش، عندنا محترفين، عندنا لعيبه في الاهلي وفي الزمالك وفي بقى انديه الدوري، لعيبه ذات جوده عاليه، وقدرنا ان احنا نبني جيل جديد ونجدد دماء المنتخب. الفكره كلها كانت في بناء الشخصيه، اعاده بناء الشخصيه. اللعيبه دي كلها كانت موجوده ومتاحه قدام مديرين فنيين كتير على مدار الوقت اللي فات. الفكره كلها واحنا كنا بنشارك كنا بنحس ان المنتخب شخصيه غايبه، الروح غايبه. قدرنا في وقت بسيط قبل البطوله مع البرتغالي كارلوس كيروش اللي يحسب له، واكيد طبعا كان في عوامل كتيره خلف المنتخب، بدايه من مساندة القياده السياسيه. شفنا قد ايه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتم جدا ومساند كعادته يعني، وشفنا قد ايه كل المسؤولين وكل الشعب كل العناصر المنظومه كانت خلف الرجاله دي، خلف الابطال دي. عشان كده بنقول المهم ان احنا نبني على الانجاز اللي احنا عملناه. اكيد 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 الانجاز الحقيقي هو انك كنت تاخد البطوله، انما في الفتره البسيطه دي تعيد بناء شخصيه المنتخب وتوصل للمرحله اللي انت وصلتها ديت في وقت كتير جدا كانوا بيشككوا في قدره المنتخب انه يعبر حتى من دور المجموعات، فانت تقدر تعمل ده ثم تعدي من منتخبات وتطيح بمنتخبات قويه في طريقك الى النهائي على عكس السنغال تماما. السنغال انا منتخب مصر وصل الى المباراه النهائيه وهو لعب اربع مباريات باكسترا تايم، السنغال لم كانت مباراته الوحيده باكسترا تايم هي مباراه النهائي. اطحنا بكوت ديفوار، اطحنا بالمغرب، اطحنا بالكاميرون صاحب الارض والجمهور، يعني كل ده كان يعني جهد مضاعف على اللعيبه، جهد لم يعتاد اللاعب المصري على تحمله. إذن هي الكلمة الأبرز من حضرتك أستاذ خالد، عادت الروح للمنتخب المصري وبالتأكيد يجب أن نبني عليها في المباريات القادمة وفي التصفيات المؤهلة لكأس العالم. أشكرك جزيل الشكر.